نتحدث طبعا عن نتائج اليحصات، وتنضم إلينا السيدة ليلى الهياس مديرة قسم علاقات المستثمرين في الشركة. أهلا بك معنا سيدة ليلى وشكرا على وجودك. يعني واضح أنه كان في تحركات جيدة لإيرادات الشركة هذا العام، وأداء الربع الرابع كان استثنائي وهو ما دعم الأرباح. كيف يمكن أن نفسر هذه النتائج؟ بالتأكيد، أولا شاكرة لكم الاستضافة. مثل ما لاحظنا، أظهرت الياسات خلال العام 2021 قدرتها الكبيرة على تحقيق الاستدامة والمرونة في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية. والسبب الرئيسي طبعا لزيادة الأرباح هو عودة نشاط المشاريع الحكومية، كما عقدت الشركة عددا من الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الوطنية الرائدة، وذلك نتيجة للانتعاش الاقتصادي. نعم، بالنسبة للمشاريع الجديدة والعقود التي تم توقيعها مع هذه الأطراف الحكومية أو الوطنية، كم تتوقعون أن يأتي لكم عائد كنسبة مئوية وأثر مالي من الدخول في هذه الشراكات؟ ارتفعت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها خلال العام بنسبة تجاوزت 35%، وذلك تحديدا بسبب الاتفاقية التي وقعتها شركة الياسات في يونيو 2021 لمدة 15 عام لتوفير خدمات القمر الصناعي من الجيل القادم الثريا 4، والتي بدورها تضيف أكثر من 2.57 مليار درهم. نعم، يعني واضح أيضا أنه كان في تحديد لنطاق الاسترشادي للإيرادات للعام 2022 سيدة ليلى، هو موضوع ما بين المليار و520 مليون ومليار و620 مليون درهم. على أي أساس تم اعتماد هذا يعني النطاق الاسترشادي بالنسبة للإيرادات؟ نقدر نقول أن في بداية سنة 2022 بدينا بداية إيجابية، حيث تم تكليفنا من قبل حكومة دولة الإمارات، وهذا التكليف أدى إلى زيادة الإيرادات المتعاقد عليها بمقدار 909.5 مليون درهم. نعم، أيضا لديكم أرقام تاريخية، يعني صافي الدخل لربما يعني يعد رقم غير مسبوق لديكم. كيف ستوظفوا الكاش إذا كانت عندكم أيضا السيولة متوفرة بهذا الشكل؟ هل غير هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها أيضا هنالك رؤية بالنسبة للشركة فيما يتعلق ربما بإنشاء أقمار صناعية مستقبلية أو غيرها؟ الكاش اللي موجود طبعا مثل ما تعرفين هنالك تحويلات نقديه بنسبه 97% وتدفقات نقديه حره بقيمه 659.2 مليون درهم. سيتم توفير هذه السيوله لضمان توزيع الارباح للمساهمين، وايضا لتنويع خدمات الاقتصاديه او الخدمات التي تقدمها الشركه بالنسبه للاعمال الرئيسيه، بما في ذلك تنويع الاعمال وليس الاقتصار على القطاع الحكومي فقط، بينما نطلع إلى تنويع قاعدتنا الاستثمارية وعملائنا لتشمل قطاع النفط والغاز. فمؤخرا تم توقيع مذكرة تفاهم مع مبادلة للبترول لتوفير خدمات الاتصال ولتوسيع نطاق عملياتها عبر أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط. نعم، هل هذا يعني أنه في توجه لعملية توسيع نطاق الشراكات ليس فقط محليا سيدة ليلى، إنما على مستوى خارجي بشكل أوفى بعام 2022؟ ستحافظ الشركة بالتأكيد في 2022 على ثقافة الشراكة التي أثبتت نجاحها، والتي ساعدتنا أيضا على أن نصبح المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات والشريك المفضل للحكومة الإماراتية في هذا القطاع. نعم، نتحدث عن العقود في قطاعي حلول أيضا البيانات وحلول الاتصالات المتنقلة. إلى أي حد تعتقدوا اليوم أنه نصيبكم من المنافسة في هذا السوق يعني يجعل من عملائكم هم العملاء الأساسيين للفترة القادمة؟ تمضي صراحة إدارة شركة الياسات على مسار النمو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأيضا تعمل جاهدة على تعظيم القيمة المضافة لعملائها ومساهميها في قطاع الفضاء العالمي. بالنسبة للتوزيعات يعني سيدة ليلى، قد ايه نتوقع أنه تستمر استراتيجية التوزيعات على نفس النهج مع هذه التقدم اللي عم نشهده بعملية الشراكات التي تبرمها الشركة؟
كما تم الإعلان من المتوقع توزيع أرباح نهائية مثل ما ذكرتي وتفضلتي التي تبلغ قيمتها 192.8 مليون درهم للسنة المالية المصرمة 2021، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح الموزعة سنويا بنسبة 2% على الأقل تقريبا. نعم، فقط يتبقى لدينا الحديث عن البلان بي عادة في أغلب الشركات، إذا ما ظهر لديكم أي من التحديات، ونحن اليوم في عالم متقلب يشهد خاصة هذا القطاع الذي ربما برز أكثر خلال فترة الجائحة، ما هي الخطط التي ربما تضعونها صوب عيونكم في حال حدث أي من تحدي جديد تترقبونهم، أم أنكم الآن بدأتم تعتقدون أنه انكشفت الغمة أصبحت الطريق ممهدة أكثر؟ بالنسبة لشركة الياسات، نحن عندنا استراتيجيات وأهداف واضحة نسعى دائما على تحقيقها، وبالطبع هنالك العديد من التحديات التي يمكن تواجهها الشركة في مثل هذه القطاعات، لكن نحن نؤكد وجود إدارة قادرة على مواجهة هذه التحديات في جميع الأوقات وعلى تحقيق وتنفيذ الأهداف التي وضعتها منذ بداية العام. نشكرك ليلى الهياس، مديرة قسم علاقات المستثمرين في الياسات، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.